سيدي سيادتك ما في 20 عصير. ليش حتى ما وافي؟ يعني اي واحد حقه فرنك بيشتكي على ضابط مهم لازم اسمع له. هاي المسألة عائدة على الضابط وعلى اللي عم يشتكي عليه. بجوز يكون الضابط حقه نص فرنك. سيدي احنا عم نحمي البلد ولمعلومك في عندنا خصوم كثير، اذا فتحنا باب الشكوى ما راح يتسكر. يا رؤوف هذا الموضوع بدك تحكيه مع اللي اكبر مني، وخصوصا انا بعرف انه كل الابواب مفتوحه للي بده يشتكي، وخصوصا اذا كان في فعل جنائي. سيدي انت عم ترد علي وكانك مصدق. انا ماني مصدق، بس بعد شوي بجوز صدق. بجوز صدق طبعا، لانه اذا جابت اثباتها اكيد رح صدق. سنة طول عمري سيفك يا سيادة العميد. السيف لما بيصدي بيصير ما بينفع. يعني بعتبر انك عم تخلى عني؟ ليش انا امتى وافقتك على ذل الناس لحتى اتخلى عنك؟ يا سيدي انا ضابط عندك وكرامتي من كرامتك، المفروض توقف معي. المفروض تطلع بريء، وهذا اللي لازم يصير. سيدي سيدي انا ضعيف وبدي مساعدتك. بس انت متورط. لا 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 انا ماني متورط. هاي القصة مدبرة سيادة العميد. انا خايف سيادة اللواء يضعف ويسدد. لك شو عم تحكي انت؟ على شو بده يضعف؟ يعني انت بتعرف اللي عم تشتكي له مرة سيدي، ونحن رجال بنضعف قدام نسوان. طيب طيب خلينا نشوف شو بده يصير. سيدي سيدي بترجاك ضعيف معي. اسف رؤوف، اذا بتطلع متورط انا اول واحد بده يصف ضدك. ارتاح الحال سيدي. كيف انت واقف جنبي انت يلص؟ وليش لحتى واقف جنبك؟ تحت اي تسميه بدك اياها وشو ما بدك بصير. بدي مور سيدي بدي تروح تقعد هونيك وما بتفتح تمك ولا بكلمة لحتى شو سيادة اللواء يقول. يلا هاي الوراق عبيتوها.